أن صحابيا يوما، وهذا أيضا في الصحيح، صحيح البخاري، الحديث الأول رواه عمر، وهذا الحديث رواه أنس، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ سؤال مباشر من خير البرية إلى هذا الصحابي. فقال: انكسر الرجل. في رواية البخاري قال: لا شيء. وفي رواية ابن عساكر قال: لم أعد لها كبير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فيقول أنس: ما فرح الصحابة بشيء فرحهم بذلك اليوم، بذلك اليوم القبر. فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كما يقول أنس، ونحن إن شاء الله كذلك. نرجو الله أن نكون كذلك.